لما قابلت احدهم في مؤتمر منذ 3 أعوام لكلام مقاربة بين الأديان هكذا، قال احد القساوسة الكبار من الفاتيكان وانا جالس بين الحاضرين يسألني سؤالا قبل ان يبدأ كلمته: اين محمد الان يا شيخ؟ قلت له: في الجنة عند ربه. قال: حي ام ميت؟ قلت: اذا كان الشهيد عندنا حي فان محمدا الأمة كلها تصلي عليه في كل وقت، فيرد الله إليه روحه فلنعتبره حيا عند ربه. قال: وله رصيد عند ربه؟ قلت له: بلى. نعم. قال: ولما لم يطلب من ربه أن يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ تعجبت. قلت له: لقد طلب من ربه. وماذا أعطاه الرب؟ قلت: إن الرب قد بكى. عجبا، الرب يبكي؟ قلت له: نعم، وإذا عرف السبب بطل العجب. قال له: إذا لم أحمي ولدي من الصلب كيف أحمي حفيدك من القتل؟ سبحان الله. المهم، الله سبحانه وتعالى، والله يا إخوة أقسم بالله إن الحق أبلج وإن الباطل لجل، وهو أحد كبار الأساقفة في الفاتيكان، قبل أن يبدأ كلمته وكأنما سبحانه اهتزت الورق الوريقات في يديه، وظل دقيقتين يشرب الماء قبل أن يبدأ المحاضرة. وطبعا صدر قرار من المؤتمر ألا أحضر مثل هذه المؤتمرات مرة أخرى، معروف. أنا أريد أن أركز على آيتين كريمتين تري مكانتنا ومكانة اتباعنا للبشير النذير صلى الله عليه وسلم.